يلا بينا. عايزين نشوف لوك ومش لوك. هنعمل دلوقتي كده. ايه رايك؟ ينفع مطلع اغنيه؟ عجباني دماغك جدا النهارده بصراحه. بصي احنا عملت البيس بتاعي زي ما قلت لك، مش حابه يبقى فيه فاونديشن كتير، فحطينا برايمر مناسب للبشره بتاعتها، وبعد كده حطينا البيس، حطيت سامب لوك وباودر خفيف قوي. وعملت يعني دلوقتي انا وكده ما حطيتش فاونديشن صح؟ لا احنا حاطين حاجه كده سام بلوك فيها فاونديشن خفيف قوي، يعني في سام بلوك دلوقتي في نسبه فاونديشن بلون معين. بالظبط كده، ممتاز. فده اللي انا عملته. خليت شكل الحاجب طبيعي قوي، مش حابه. يا استاذه مي، هل هي مش حاطه حاجه خالص دلوقتي قبل ما تبدا؟ لا هي حاطه على فكره كونسيلر، دارينا الهالات السودا شويه. عشان كده كنت اقول لك هي كده زي الفل. ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى، ان هو انا حاطط ومش حاطط. لا لا انا بتشيل كده زي الفل يعني. فبخلي كل حاجه شكلها طبيعي قوي، حتى شكل الحواجب برده لو في ناس حابه ان هي تملى الفراغات شويه. ده ميك اب ينفع للبنات الصبح، رايحه الشغل، رايحه الجامعه، قاعده على البحر وحابه تحط ميك اب، يعني عشان ده فن. طبعا. وكل حاجه مكان اقرب للطبيعي دلوقتي بقت الافضل. عشان كده بالظبط كده الفيك ده ما بقاش حلو خلاص، يعني حتى الحاجب بص على شكل الشعر، يعني بيملوا على شكل شعر برضه. مظبوط، مش ببلوك الحاجب، بخلي غير زمان فاكر كانوا بيلونوا الحاجب كله كده. ما كانوش بالقلم ده. لا بس القلم ده كان بقلم اسود كده، القلم ده تحس ان فيه شعر فعلا. هي بتكمل لها الفراغ، بس بكمل الفراغ عشان تبان برضو طبيعيه جدا، محدش يحس ان هي حاطه ميك اب كتير خالص. تمام، ممكن احط لاشز وممكن ما احطش لاشز. طبعا مش كل الناس دي بقى. مش كل الناس هتعرف تعمل لاشز لنفسها. بتبقى صعبه شويه. صح. ان هي تحط لاشز لنفسها بتبقى صعبه. ففي لاشز اللي هي بتبقى اكستنشن كده، الناس ممكن تعملها لو هي بتنزل بشكل ديلي ومحتاجه بس انها. بس ما بينصحوش البنت اللي بتعمل ميك اب كتير انها تعمل اكستنشن. مش دايما، يعني انا بقول لك، لسه كنت اقول لك، لو هي عندها حاجه مهمه ومش هتعرف تعمل تحطها، لكن الـ ممكن نحط عادي ماسكارا خفيفه، مش برده ما نتقلهاش قوي، لان اوقات واحنا بنشيلها لو ما اتشالتش صح بتعمل الهالات السوداء. صح بس يعني عايزه اقول لك سبب من اسباب وجود هالات سوداء ان المسكره الناس بتتهيأ لها ان هي مسحتها كويس، فبتعمل صبغه بتصبغ الجزء اللي تحت ده بيبقى اسود، ويفتكروا ان ده نقص حديد وغيره. استاذه مي، العروسه كده لما تبقى الفرح بتاعها جزء بالنهار وجزء بالليل، ينفع ده بالليل والصبح اللي انت حضرتك بتعملي لي لعروستنا؟ ينفع على البحر وبالليل؟ لا، هو انا بعمل اكتر ميك اب البنت هي اللي بتعمله لنفسها. مش الميك اب بتاع العروسه. العروسه اللي هتنزل بقى البحر، هتنزل الصبح في النهار، حاطه ميك اب لنفسها، خرجت بالليل مع اصحابها برده هو نفس الكلام. بالظبط كده، حتى لو بالليل. لكن ميك اب العروسه طبعا لازم بيبقى في حد بروفيشنال هو اللي بيعمل لها. بصي هنحط كده اللي انا بقول لك عليه، اللون البينك. البينك الفاتح خالص. طبعا انا بحط البلاشر في مكانه، مش بدخل. مش حاطين، بس هو نو ميك اب ميك اب. شفت بقى؟ بالظبط كده، خداع. هي دي الشطاره. ودي الشطاره صحيح. البلاشر برضو بيتحط في المكان بتاعه. جميل فعلا، درجه اللوند هي دي الدرجه الدرجه دلوقتي من البلاشر. اكتر كمان في الافتح كمان، ممكن نحطهم على بعض يعني، ممكن نميكس كده. بصي هو دلوقتي ما بقاش في بنت ما عندهاش ميك اب يعني، وعندها كل الالوان. ايه ده على الشفايف؟ بمشي حاجة خفيفة كده. عايزين نعرف حركاتك وتكاتك. كل مانا لا حركات. قولي لنا حركاتك يا تكاتك. قولي لنا بقى ليه على الشفايف حطيتي بلاشر؟ حطيت بلاشر كده على الخفيف، لو في ناس ما بتحبش تحط ليبستيك يعني كتير او لون قوي، ممكن نحط البلاينر. انا كنت حاطه البلاينر. خدت من روح اللون نفسه. بالظبط كده. وعايزه اقول لك حاجة حلوة قوي، انت ممكن كمان تعملي كده، غمضي كده. اي شادو كمان. ده صح كده. صدقي فعلا اسهل حاجه في الصيف اللي انت ده ممتاز. بصي اسهل حاجه. لا كده بقى مي لها فعلا تريكات وحركات. يا جمالك يا مي. بص بعلبه واحده عملت. بصي بجد حقيقي، باي نوع بلاشر انت حاطه هنا مثلا برونز، هتعملي هنا برونز كده خفيف فوق الجفون وتكملي كده، تفتحي هتحسي الدنيا فرقت خلاص. صح. والوش واحد نوع. الالوان يعني ميه واحده كلها. بالظبط كده. ممكن نحط كمان كحل خفيف قوي. بصي هو بنمشي على اللاشز من تحت. بما اننا اتكلمنا على اللاشز والرموش، العروسه دلوقتي اللي دارج ليها الرموش التقيله ولا الخفيفه؟ يعني ايه الموضه؟ حسب شكل العين برضو، في عين بتحتاج لاشز تقيله
وفي عين بتحتاج لو العين كبيره مثلا واسعه، لو العين واسعه لا بنحط لاشز تبان تبقى كبير قويه فعلا. اللاشز مش يعني مالهاش علاقه بالسامبل ميك اب، لان اللاشز ساعات بتبقى كبيره وبتبقى شكلها حلو ورسمه العين قوي وما بتبقاش شكلها اوفر، اه فبتبقى كافيه جدا بتبقى اه وهي اللي بتغير شكل اللوك جدا. والقلم اللي حضرتك بتستعمليه ده غير الفرشه اللي كنت بتستعمليها للحواجب؟ لا ده قلم، اه ده قلم تاني انا ممكن استخدمه في الليب لاينر.